في مواجهة الحارس فالكوني. كابوتو يستعد، فرانشيسكو كابوتو، كابوتو! الهدف الأول لإمبولي. إمبولي أخيرا يفك صفر الدفاعات فريق ليتشي عن طريق ركلة جزاء، واللاعب فرانشيسكو كابوتو يسجل في مرمى فالكوني. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة بثالث أهداف كابوتو في السيريا، هدف التقدم لإمبولي، فرحة الجماهير، فرحة المدرب زانيتي. شاهد اللقطة، كابوتو تقدم، صوب بقوة في منتصف المرمى، الحارس فالكوني ذهب إلى اليسار، الكرة في المنتصف، والنتيجة إمبولي هدف، ليتشي لا شيء. بقوة سدد كابوتو، صعبة كانت على الحارس فالكوني.